هنبدأ النهاردة يا أولاد بآخر درس في منهج التاريخ عندنا، وهو المشاركة التطوعية للصف الثاني الإعدادي. يعني إيه مشاركة تطوعية؟ اسمها مشاركة تطوعية، يعني أنت هتشارك، وهتشارك متطوع. يعني إيه متطوع؟ مش هتاخد أجر. المشاركة التطوعية هي أي مجهود أنت هتقوم بيه بمزاجك للنهوض بمجتمعك بدون الحصول على أي مقابل مادي. زي يا أستاذ، إما أنت هتساهم في جمعية خيرية، تطلع مع الناس الجامعات دي تساعد الفقراء، تساعد المحتاجين، ده كله اسمه مشاركة تطوعية. المشاركة التطوعية هي ايه؟ هي اي جهد يبذله اي فرد من افراد المجتمع عشان تنهض بمجتمعك اللي انت فيه بدون مقابل، مش عايز اجر، اجرك عند ربنا. طيب ليه احنا بنشارك تطوعيا؟ ربنا جعلنا كده، جعلنا اخوة متحبين. مفيش انسان عايش اناني لوحده، انت لازم تحس بمعاناة الاخرين ولازم تساعد الاخرين، ان انت ممكن في الايام تبقى مكانهم. فيبقى ليه انت بما تفسر تمسكنا بالمشاركه المجتمعيه يجعلنا مواطنين صالحين ننهض بوطننا وامتنا العربيه والاسلاميه، ان الله خلقنا اخوانا متحابين، والله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، انما المؤمنون اخوه. انت لازم تساعد اخوه في فرحه وفي احزانه وتقف جنبيه عشان مجتمعنا وامتنا وبلدنا الجميله. كل واحد فينا بيخاف على التاني. يبقى ليه انا بشارك طبعا يا استاذ؟ عشان ابني مجتمعي. نيجي النقطة اللي بعديها، انا ليه بتطوع يا استاذ؟ بتطوع يا استاذ عشان تسهم يا حبيبي. تسهم في ايه؟ في بناء مجتمعك اللي انت فيه. اتنين، تكتسب العديد من القيم الروحية والخلقية. لما تساعد الفقراء كده تلاقي ربنا ادالك قيم الطيبة، الرحمة، التواضع. هتنمي الثقة بالنفس كتر ما انت بتتعامل مع ناس كتير وفقراء كتير وعندك ثقة في النفس. يبقى تاني، انت ليه بتتطوع؟ عشان تسهم، عشان تكتسب، عشان تنمي. تسهم في بناء المجتمع اللي انت عايش فيه، تساعد الفقراء والمحتاجين، تكتسب العديد من القيم الروحيه الرحمه، تنمي عندك الثقه بالنفس، تتعامل مع ناس كتير وتاخد خبرات، تتعلم مهارات حياتيه. مثلا الجمعيه النهارده عامله تشجير، علمك ازاي تشجر، ازاي تزرع، ازاي تبني عشان تساعد الفقراء. طبعا ان ما ناس يشوفوك انت بتساعد الفقراء والمحتاجين هتنال احترامهم، يقول لك يا سلام ده عيل محترم، عيل طيب، ده عيل ملتزم دينيا، اللي هي الاخيره نعبر عن التزامنا وايماننا الديني. يبقى انت بتتطوع عشان ست حاجات، الاهم عشان تسهم في بناء المجتمع. وكلنا بايد واحده كده وبنحب على بعض ونخف في بعض. اتنين، نكتسب العديد من القيم الروحيه والخلقيه، تكتسب ثقه بالنفس، تتعلم مهاره حياتيه، تنال احترام الاخرين، تعبر عن التزامك الديني، ولك سلام رد عنده دين والتزام. هذه الاسباب تاني اللي التطوع، قلنا عشان نسهم في بناء المجتمع، تكتسب العديد من القيم الروحيه، تنمي عندك الثقه بالنفس، تتعلم مهارات حياتيه، تنال احترام الاخرين، تعبر عن التزامك الديني. واجبات المتطوع، انت مش عشان اتطوعت بقى تروح بمزاجك وتيجي بمزاجك، لا، انت عليك واجبات وليك حقوق. واجباتك انت ما تيجي اعلمك كويس وادربك كويس وتطرح اسئله زي ما انت عايز وانا اسمعك واقدم لك الاقتراحات كمان وعاملك باحترام عشان انت متطوع اعرفك، لا، وان ينال التقدير على العمل الذي يقوم به. يبقى واجبات المتطوع، واحد، ان يتلقى التدريب، ادربك كويس قوي واوجهك واطرح الاسئله زي ما انت عايز وانا ارد عليك وعاملك باحترام. ليه؟ ما اصل عملتك وحش انت مش هتيجي تاني، واي حاجه تعملها حتى لو صغيره اشكرك عليه. حقوق بقى المتطوع، حقوق انت الحق اللي عليك ان انت تلتزم بالمواعيد، مش انت متطوع اقول لك الساعه 9 تجي لي الساعه 10، تحترم الاخرين معاك، ما تعملش حد باستعلاء او تقل ادبك عليه، تقوم بالعمل اللي انا كلفك بيه، تحافظ على اسرار الاخرين، انت هتخش بيوت ناس فقيره ما تفضحهمش، تتقن العمل اللي انا كلفك بيه. يبقى انت عشان متطوع تيجي تلتزم لي بالمواعيد وتحترم الاخرين، واهم حاجه تحافظ على الاسرار رقم 4 دي. تقوم الدوله بدور كبير من اجل نشر الوعي باهميه المشاركه التطوعيه، لكن للاسف هناك معوقات تعوق المشاركه التطوعيه. تعال نتعرف عليها. معوقات المشاركه التطوعيه، اول حاجه عدم الوعي باهميه العمل التطوعي. دي حللها ازاي؟ اعرفك اهميه المشاركه في العمل التطوعي، اقول لك حديث النبي ما فيما معناه ان امراه دخلت الجنه عشان سقط كلب. ايش حال بقى انت دلوقتي بتساعد فقراء ومحتاجين؟ ثوابك ايه عند ربنا؟ يبقى اول مشكله عدم الوعي باهميه العمل التطوعي.
حلها ازاي دي؟ اتنين، نشر وعي باهميه المشاركه الايه؟ التطوعيه. اتنين، ما عندكش خبره، قله الخبره بالعمل التطوعي، ادربك يا عم الحاج، تعالى بس انا هدربك. تلاته، يا استاذ انا خايف من تاثير عمل التطوعي ده على الدراسه، هنظم لك وقتك، تعالى كل جمعه. اختيار افراد غير مؤمنين بالعمل التطوعي. لا دي نحلها، دي بتاعتنا احنا دي بقى، ليه شفناك انت بتحبش العمل التطوعي اصلا، مفيش فايده فيه، نجيب ناس. حسن اختار الناس. اخر حاجه عندي، كيف تطبق المشاركه التطوعيه في حياتك؟ اقرب حاجه اسرتك، اقرب ناس بيبرك اسرتك. شارك اسرتك داخل وخارج المنزل. اسرتك دي مش ابوك وامك بس، عيلتك كلها. اتنين، شارك المجتمع اللي انت عايش فيه، القريه او المدينه او الحي، بس مثلا تشجير، تنظيف الشوارع. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اماقه الاذى عن الطريق صدقه. المشاركه في نشر الوعي الصحي والسلوكات الصحيه، حد صاحبك بيعمل حاجه غلط صحيه غلط، تاخده على جنب كده مش قدام الناس، وتفهمه انه ده غلط. اخر حاجه، ساعد اصدقائك في فهم الدروس وتشارك في الاحتفالات والندوات المدرسيه. دي كيف تطبق المشاركه التطوعيه في حياتك. كده المنهج بينتهي. السلام عليكم ورحمه الله.